السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ما صافا الحمد لله يا بي. الو ليكت لا بروميير فوا تشوفوا لا فيديو ديالي، ما تنساوش ديروا سبسكرايب وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد. كما تشوفوا اليوم درت لكم غوسيت تهبل وتشهي، وصفه دجاج على الطريقه التركيه. الوغ كحت لا تركي كليتو هكذا وقعت في بالي وبزاف بنين، حوست على غوسيت ودرتو. الو خلينا نشوفوا لي زانغريديون. عندنا لي مورسو تاع الدجاج ولا دجاجه كومبلي كيما حبيتو. عندي لا موطار، طوماطيش تاع الباطا، فرماج ريجيم، ثوم قارص، عندي معدنوس، زبده، وعندي خبز سوريا ولي زيبيس. عندي ملح، فلفل كحل، كركم، عكري، زعفران. الو واش تحبوا ديروا؟ الو نبداو نوجدو لا مارينات ديالنا. درت نص باطا فرماج ريجيم، مغرف صغيره طوماطيش تاع الباطا، زدت درت مغرف صغيره معمره مليح لا موطارد، جو دو سيترون لازم نعصر تاع كامل، واحد الهايدا مليح باسكو يجي لي غو ديالو، و سنة تاع توم. انا درت حدا 4 سنة توم كبار، ما بسكر فاجا هذا الصغير ديالي، معدنوس. دوكا درت الملح، درت العكري، فلفل الكحل والكركم. تحبوا زيدوا زنجبيل واش حبيتوا ديروا، اسمحوا لي يعني شويه مقريبيا قبل ما نسوي زعتر ورند. دوك انا ما عنديش رند، الو درت زعتر برك، خلطهم هكذا بيان، هكذا خلطهم مليح. احنا نحبوا نخلطو بزاف، زيد خلطهم مليح مليح كيما كنت تشوفوا. الو نجيب المخصو تاع الدجاج ديالي، نشلحهم مليح هكذا، ونبدا ندخل فلا مارينات ديالي لداخل باش ما يجيناش ناشف من الداخل ويجينا طري. بون انا هاد البولي وجدتو واحد 3 سوايع ماكسيموم قبل ما نطيبو، يعني خليته تماينا بيان بيان باش طيبتو. تحبوا ديروه صباح وطيبوه تاني يجي بزاف بنين وطري. كيما تشوفوا انا توجور الجناحتين هكذا نقطعهم مع شويه تاع الصدر باش يجي فيهم اللحمه كيما نقولوا، ما نقطعهمش هكذاك وحدهم ما يجي فيهم والو. هكذا كيما تشوفوا نزيد نمشي بيان لا مارينات ديالي. ان بو مو هذا هو البليزير ديالي كي ندخل مليح لا مارينات لداخل والدجاج ديالي يجيني كاع طري وبنين وسيرتو ما يجينيش ناشف. بيان سور الديرني مورسو نفرش بابي بور هكذا ونحط لي مورسو ديالي باش نيفيتي من بعد ما نطولش في الغسيل تاع المول، فهمت؟ هكذا يقعد المول ديالي بروبر نغي ما دو كان ندير زعتر ديالي بيان. الا عندي رند تاني زيد ندير رند، انا ما كانش عندي، فتتها هكذا مليح وحطيتها. او ميم طون راني نسخن في كاس ما، لازم يكون سخون مليح باش غير نديرو ما دوكا راني ندير فلي مورسو تاع الزبده قلت لكم، والبصل لي طرونش تاع البصل. الوغ قلت لكم بلي لازم ندير ما سخون باش ما يطولش، باش الماء يسخن لي داخل الفوق لازم يكون سخون باش تمتم يبدا يطيب الدجاج ديالي. الوغ جامي تمرقي بالماء بارد، توجور ما دافي ولا سخون. زيد درت لي طرونش تاع الطوماطيش وهاوليك الماء كاس ما سخون باسكو انا
نسحق لاصوص سي بور سا مرقت، ما اوترومون لو كان ما نسحقش لاصوص كان مرقت غير بنص كاس برك. نغطيه هكذا بيان بابي بور، ومن بعد نزيدلو من الفوق الومنيوم. تعرفوا بلي الالومنيوم كيما قالوا بلي يدير المرض كي يكون ديراكتومون مع الماكله ديالنا. دوكا بعد ما طاب نص طياب جبتو حطيت له لاصوص من الفوق هكذا باش ما يجيناش ناشف. فوالا كيما تشوفوا بون. بعد ما طاب الجد ديالي نحيته ونحيت لاصوص ديالو اللي تشهي وبنينه فريمون، واحد الريحه تهبل. الو فوالا، هاي لي خبزه تاع خبز سوريا ديالي. دوكا ندهنها كامل بلاصوص هكذا كيما تشوفوا، ونزيد لها لي مورسو تاع الدجاج وندخلها للفرن. نشعلها من الفوق باش يحمر من الفوق برك. صدقوني واحد البنة والله ما ينشبع، جربوه ودولي. تعرفوا نحب نجيب لكم غير الحاجات البنان. هلا كيما تشوفوا مشوه كامل، باسكو وين البلاصه اللي ما تتشمخش بلاصوص راح يتقرمش لنا الخبز السوري باسكو ما فيه والو. الوغ دهنوه بيان بلاصوص. هكذا دوكا ندخلو الفوق كيما تشوفوا. الوغ شوفوا بعد ما خرجتو من الفوق نحيت الدجاج ديالي. شوفوا كيفاش ولات بيان دوغي ونشفت ومقرمشة بيان كيما تشوفوا فيها. تشهي فريمون، تشهي بزاف بزاف، وسيرتو الريحة، واحد الريحة. الوغ انا قدمت البلا ديالي مع لي فخيت كيما تشوفوا فيه. حطيت لي فخيت في الوسط ولي مورسو تاع الدجاج ديالي من الفوق. دوكا نزيد له لي ترونش تاع قارص مع دونوس وبصل. فوالا شوفوا بلا يشهي وبنين بالبزاف والله ما ينشبع صدقوني. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتدعوا لي وتعطوني رايكم فيه. فوالا هذا هو البلا تاع اليوم. نزيد نسقيه بشويه بلاصوص من الفوق هكذا كيما تشوفوا. فريمون يشهي ما شاء الله. نتمنى لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا سبسكرايب، ضغطوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. تهلاو في روحتكم. سلام.